حسين، انا مكمل معاك المداخله، وفي الحقيقه عايز استغل المداخله دي ان لو حضرتك سمحت لي اسالك في بعض الامور اللي تشغل بال جماهير نادي الزمالك، هل في امكانيه لكده؟ والله بص يعني لو اسئله خفيفه انت عارف انا ما بقدرش اتاخر عنك، عارف والله. يعني اسال بص، وانت يعني بص، محضر. انا امبارح يعني طمنت جمهور نادي الزمالك وقلت لهم ان ازمه القيد بتقترب جدا جدا من الحل، ويمكن ده الملف والاولويه الاولى بالنسبه لمجلس اداره نادي الزمالك. هل حضرتك تقدر؟ تمام، ده حقيقي يا امير، ده ده حقيقي. حقيقي. حلو قوي، يعني ده تصريح رسمي من قبل الكابتن حسين سيد ان شاء الله باذن الله خلال ايام قليله زي ما احنا قلنا امبارح ازمه القيد ان شاء الله تكون خلصت باذن الله تعالى. ان شاء الله باذن الله. طيب بالنسبه الثلاثي الموقوف، موقفهم ايه خلال الفتره الجايه؟ هل متروك للكابتن معتمد جمال ولا مجلس اداره نادي الزمالك ليهم موقف؟ كابتن معتمد جمال فنيا هو دلوقتي ايه الحاله كلها او الملف كله عنده. اوكي. فاحنا خدنا يعني احنا خلصنا دورنا كاداره. في المرحله اللي جايه او في الايام اللي جايه دي لما يرجع كابتن معتمد جمال من السفر ان شاء الله هنقعد نشوف الدنيا فيها ايه، وهنشوف المصلحه العامه بتاعت نادي الزمالك بناء على برضه توصياته، وان شاء الله يكون لنا يعني تصرف فيه باذن الله. على المستوى الرسمي بالنسبه لمجلس اداره نادي الزمالك، هل فاتح مجلس اداره نادي الزمالك فتوح في التجديد يا كابتن؟ لا 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 ما فيش، احنا فتحناه من مده، وبعدين يعني الناس كلها بتتكلم عن الموضوع دوت، ما فيش اي جديد فيه دلوقتي. كويس قوي، ده يعني كلام، ده كلام لا بيتناسب قوي مع المعلومات اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي، يعني ده تمام. اللي هو لغايه دلوقتي على المستوى الرسمي ما فيش حاجه رسميه مع فتوح من قبل مجلس اداره نادي الزمالك، مظبوط كده؟ بالظبط كده يعني. اخر سؤال يا كابتن، ماذا لو تلقى نادي الزمالك عرضا يفوق ال 10 ملايين دولار لاحمد مصطفى زيزو؟ كام معلش الرقم؟ لو عدى ال 10 مليون دولار، لان عندي معلومه هقولها كمان شويه بعد ما حضرتك تقفل يعني، بس لو عدى 10 مليون دولار هيبقى موقف نادي الزمالك ايه؟ والله بص موقف زي كده وخاصه لزيزو يعني انا بالنسبه لي كحسين ما اعتقدش ان هو يعني هيبقى، مش عايز اقول مجدي، بس طبعا القرار مش بيبقى حتى ليا انا حتى كبتاع كوره، لازم يبقى المجلس كله. انما لو الرقم ده جه او حاجه زي كده حصلت مثلا، خدت بالك ازاي؟ المجلس في كله تفكير. مش واحد بس اللي ممكن ياخد القرار. هيبقى في تفكير يعني ساعتها. نفكر، ما فيش حاجه ما نفكرش فيها. انما ده مش معناه ان انا يعني موافق. تمام. هل اخر سؤال خلاص بقى كابتن حسين، انا عارف طولت عليك، هل فرصه برضه انت كل فين وفين عم بتظهر، ففرصه مهم، هل نادي الزمالك خد خطوات فعليه في اطار التعاقد مع بعض اللاعبين اللي يضيفوا للفريق في شهر يناير، خصوصا ان خلاص ازمه القيد يعتبر اتحلت خلال الايام المقبله؟ بص في حاجه اسمها ايه مرحله جس نبض، انما ما بنقعدش مع لعيب عشان ما اقعدش واتفي وبعدين يحصل لا قدر الله الايقاف ما يتفكش، يبقى احنا ايه في الاعداد دي كلها ايه مالهاش لازمه. في حاجه اسمها جس نبض فاسميها مرحله جس نبض. والله في نيه نتكلم لما القيد يتفك يقول لك خلاص يبقى اوكي، يبقى فلان ده في نيه وفلان ده في نيه، انما اعداد مع اللعيبه لا خالص. تمام، اتمنى لكم كل التوفيق يا كابتن حسين، انا بشكرك شكرا جزيلا وان شاء الله موفقين دايما. الكابتن حسين السيد طبعا الكابتن الكبير وعضو مجلس اداره النادي